مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. الرحمن الرحيم. الدرس الثامن يا شباب، استكمال لدوال اللوغاريتمية. اليوم حنتعرف على هدفين قدامي، دالة اللوغاريتم الطبيعي والعلاقة بين الدوال اللوغاريتمية والدوال الأسية، وبصريح العبارة هي كيفية إيجاد الدالة العكسية. أول شيء دالة اللوغاريتم الطبيعي. اللوغاريتم الطبيعي يختلف عن اللوغاريتم بالأساس اثنين، بس بأن الأساس هو عندي E، يعني log E وبالتالي رسمة الدالة هي نفس رسمة الدالة اللوغاريتم X الأساس اثنين. إحنا نأخذ بس كعلاقة عامة أو كدالة أساسية، بنلاحظ أنها نفس خواص الدالة اللوغاريتمية العادية، نفس المجال اللي هي من صفر إلى موجب ما لا نهاية، المدى R اللي هي مثال موجب ما لا نهاية، الدالة متصلة، الدالة متزايدة، لا يوجد تناظر، ليس لها قيم قصوى، ما فيش لا أعلى قيمة ولا أصغر قيمة، التقارب الرأسي هو محور Y، خط التقارب الرأسي اللي هو X بيساوي صفر محور Y، ليس له خطوط تقارب أفقية، والسلوك حنشوفها من خلال يعني لما بزيد الإكس أيضا قيمة اللين بزيد إلى موجب ما لا نهاية. مثال، إذن هون بس نعتمد على التحويلات، لأن الرسم بدك أما تعمل جدول وترسم مش طالب من إحنا، يعني هي نفس تكرار للوغاريتم الأساس 2 أو الأساس 5 اللي أخذناهم. هلأ بس هون طالب مني أذكر التحويلات البيانية للدالة الأصلية اللي هي y بيساوي ln x، أو الدالة y بيساوي log x، يعني ممكن يعطيني أسئلة على log أو ln إلى التمثيل البياني للدوال. مثلا a أعطاني y بيساوي ln x زائد 2، إذن هاي y بيساوي ln x، بدنا نتحول إلى y بيساوي ln x زائد 2. يلا يا بطل، يلا يا محمد، هاي أستاذ اللي هي مللتنا منها، هي قبل شوي أخذنا مسألتين، مدام زائد هي والإكس والعدد جنب الإكس معناه إزاحة لليسار، لليسار، وحدتان لليسار. طيب بي واي بيساوي لن 3 ناقص إكس، أيوة. يلا يا سعد، إحنا مفترض إنه الإكس قبل، شو كاتب لي 3 ناقص إكس، يعني أول خطوة شو نعمل يا سعد؟ نرتب بحيث تصير عندي واي بتساوي ناقص إكس زائد 3، ناقص إكس. يلا يا علي، ناقص إكس معناها انعكاس على أي محور؟ انعكاس على محور واي، زائد 3 إزاحة لليسار، إذن بصير عندي لو قارنتها مع الدالة الأصلية حيكون عندي انعكاس على محور واي ثم إزاحة 3 وحدات لليسار. رائعة، هذا المثال رائع. طيب سي واي بيساوي 3 لوج اكس، جينا على اللوج، الثلاثة العدد اللي إذا كان ضرب في الدالة معناه تمدد وين؟ رأسي الأفقي، تمدد رأسي بمعامل 3، تمدد رأسي بمعامل 3، عظيم. طيب دي واي بيساوي 1 زائد لوج اكس، لا بسيطة هاي، 1 زائد لوج اكس يعني لوج اكس رفعناها كم خطوة؟ خطوة واحدة إلى أعلى، إذن هي إزاحة لأعلى مقدار وحدة واحدة. طيب بعد المثال 3 صفحة 30 بيجي عندنا تمارين، من تمارين من 10 إلى 13 بنعرض لك إياهم، وبالتالي أنت تناقش بينك وبين نفسك، وبعدين خلينا نتناقش هلا بعد ما انت حاولت فيها. زائد 2 شباب، يلا يا خالد، زائد 2 ازاحة لوين؟ الى اعلى، تمام. لين ماينس اكس زائد 3، لين ماينس اكس هاي وين بتكون؟
الانعكاس على وين؟ لما نغير إشارة الإكس انعكاس على محور واي ثم إزاحة لأعلى ثلاث خطوات. لين ماينس إكس ماينس 2 إزاحة على محور واي وإزاحة لأسفل خطوة وحدتين. طيب لين 2 ناقص إكس، قلنا أول شيء هاي لازم نرتب، ناقص إكس زائد 2 ناقص إكس انعكاس على انعكاس على محور واي ومن ثم إزاحة لأعلى إزاحة زائد 2 بتكون إزاحة اليسار وحدتين. أرجو أن يكون حليت أنت هذا هاي التمارين. إذا مثال 4 شباب، كيفية إيجاد الدوال العكسية للدوال الأسية واللوغاريتمية. أوجد معكوس مع معادلة معكوس الدالة اف اكس بيساوي 10 باور اكس زائد 1. مين بتذكر اول خطوه لما كنا نعمل الدوال العكسيه، كيفيه ايجاد الداله العكسيه؟ كنا اول شيء يا راشد كنا نشيل اف اكس، نشطب اف اكس نحط مكانها واي. والله كلام صح، اذا واي بتساوي 10 باور اكس زائد 1. بعدين مين بتذكر الخطوه اللي بعدها؟ كنا نبدل الرموز الاكس والواي، اكس بصارت 10 باور واي زائد 1. طيب حلو، احنا عاوزين هلا واي. طيب المشكله في الواي جايه باور وفوق ال10، اخذنا في حل المعادلات عشان مين بخلصني من ال10 هاي اللي هنوخذ ايش لوج للطرفين، بناخذ لوج اكس ولوج 10 باور واي زائد 1. اللوج مع العشرة بيروحوا مع بعض أو بيساوي، في الحالة هاي بيكون لوج إكس بتساوي، راح هدول نشطب لوج عشرة مع اللوج بضل عندي واي زائد 1. انقل الواي على الطرف الثاني، إذا واي بتساوي لوج إكس ناقص 1. لاحظوا أنا بعدت الواحد عشان مش مع الإكس اللوج، وبالتالي آخر خطوة اللي هي إف ناقص 1 هي لوج إكس ناقص 1. إذا بدنا نتذكر أيضا الخطوات مرة ثانية من خلال الـ بي. ركزوا معي، هلا بدي عيدان. إذا أول خطوة شو نعمل هون؟ بدل اف اكس نحط واي بيساوي لوج اكس زائد 5 للأساس 7. تمام، بعدها نغير الرموز، نبدل الرموز، اكس بيساوي لوج واي زائد 5 للاساس 7. ممتاز. هلا احنا ضل عندنا خطوه جديده باور اكس. يمكن في الامثله كانت دائما تكون القيمه على اليمين، ما بتفرق يمين او على اليمين او اليسار. هلا ودي الخمسه على الطرف الثاني، بصير عندنا 7 باور اكس ناقص 5 بيساوي واي، اي الداله العكسيه هي 7 باور اكس ناقص 5. يا مسهل، في عندنا لسه سي. اتش اكس بيساوي 2 في لين اكس زائد 1. طيب مين اللي ما جاوبني؟ مين؟ علي. يلا يا حسن، اول خطوه بدل اتش اكس نكتب واي بتساوي 2 لين اكس زائد 1، معناها بدلنا الرموز. هلا بدي هل بقدر اتخلص من اللين هون يا شباب؟ اول شيء عشان اتخلص من اللين لازم تضل تكون لين لحالها، وبالتالي نقسم الطرفين على 2، بصير اكس على 2 بتروح الاثنين هاي. هلا عشان اخلص من اللين بدي يظهر عندي الاي، يعني احولها من صوره لوغاريتم صوره لوغاريتميه الى صوره اسيه، بدي يصير عندي اي باور اكس على 2 يساوي واي زائد 1. انقل الواحد بصير عندنا واي بيساوي اي باور اكس ناقص 2 ناقص 1 اللي هي الداله العكسيه. طيب تمرين 22 صفحه 36، اوجد معادله معكوس الداله. سكر وقف الفيديو وحل هذا السؤال. يلا حلينا. طيب
يقول لي يا خالد شو نعمل؟ أستاذ يحط بدأ واي بتساوي 3 باور إكس زائد 2، الإكس بتصير 3 باور واي زائد 2. هلأ هاي دالة أسية بدنا نحولها إلى دالة لوغاريتمية، اللوغاريتم إكس بيساوي لوغاريتم 3 باور واي زائد 2. إذا بنأخذ شباب مدام عندي هون 3، بنأخذ لوغاريتم إكس لأساس 3، والطرف الثاني لوغاريتم 3 باور واي زائد 2 الأساس 3. أخذنا خاصية إنه إذا كان إن A و A أو 5 و 5 3 و 3 بيروح مع بعض، بس فعندي اللي هي لوغاريتم X لأساس 3 بيساوي Y زائد 2، راحت هاي، وبالتالي ال Y هي عبارة عن لوغاريتم X لأساس 3 ناقص 2، وهاي هي الدالة العكسية F ناقص 1 على X بيساوي لوغاريتم X لأساس 3 ناقص 2. التمرين الثاني أو تمرين 23 أعطاني Fx بيساوي لوغاريتم X لأساس 7 ناقص 2. الخطوة طبعا يلا سلطان، نشيل Fx نحط مكانها Y، Y بيساوي لوغاريتم X لأساس 7 ناقص 2. نبدل الرموز، X بيساوي لوغاريتم Y لأساس 7 ناقص 2. هلا شو المطلوب من احنا؟ بدنا الواي. إذا أول شيء ودي السالب 2 على الطرف الثاني، بصير إكس زائد 2 بيساوي لوغاريتم واي الأساس 7. طيب في الحالة هاي شباب لوغاريتم بنحولها إلى صورة أسية، السبعة وين تيجي؟ تحت الإكس زائد 2، بصير عندي 7 باور إكس زائد 2 بيساوي واي، وهاي هي الدالة العكسية. سواء كتبت القاعدة أو ما كتبهاش مش مشكلة، إذا الدالة العكسية هي 7 باور إكس زائد 2. مثال 5 صفحة 34 تفسير معكوس المعادلة باستعمال اللوغاريتمات. هذا المثال بيقول تستعمل إحدى شركات الدالة التالية لربط الإيرادات بألاف الريالات بكلفة الدعاية والترويج اللي هي A. إذن في عنا الإيرادات R والتكاليف، تكاليف الدعاية هي A. لو كتبنا العلاقة العطنية ما لناش علاقة كيف جابوها ما بعرف. R بتساوي 12 log A زائد 1 زائد 25. أنا بهمني التطبيق على هاي الدالة. أوجد الصيغة العكسية لهذه الدالة، بدي أوجد الصيغة العكسية لي هاي الدالة. أول شيء R بيساوي 12 log A زائد 1 زائد 25. انقل ال 25 انقل ال 25 على الطرف الثاني، ويعني بدنا نوجد ال A لحالها. اقسم على 12 عشان يضل اللوج لحالها، بعدين حولها من صورة لوغاريتمية إلى صورة أسية. هاي الأساس 10، أو نحط 10 باور هون 10 باور، بصير عندي A زائد الواحد بيساوي 10 باور R ناقص 25 على 12. إذا إحنا عاوزين A لحالها، A بتساوي 10 باور R ناقص 25 على 12 ناقص 1. ناقص 1 هاي بجنب العشرة، وبالتالي يعني شو بده هون؟ أوجد معادلة، هي أي معادلة هي الأسهل، استعمال إيجاد قيمة الـ A المناسبة لقيمة الـ R معينة. يعني هل أستخدم هون لإيجاد الـ A أم أستخدمه هون؟ هاي مباشر، إذن هو الأسهل الاستخدام بعد ما وجدنا الدالة العكسية. سيكون الأسهل استعمال معكوس لإيجاد A عندما يكون R معرفا. مجرد مثال يا شباب، يعني أنا بهمني كيفية إيجاد الدالة العكسية اللي أخذناها في الأمثلة والتمارين السابقة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.